اهلا، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، اهلا بك استاذنا. إذن وزير الأشغال العمومية تحدث عن المقاطع التي تضررت من الطريق السيار شرق غرب، قدرها بنحو 53 كيلومتر، تحدث عن الأسباب، الحمولة الزائدة بشكل مباشر التي تسبب في او تتسبب في اهتراء هذا الطريق الذي كلف خزينة الدولة الملايير، وأيضا حث على احترام الحمولة المحددة لعدم التسبب مستقبلا في اهتراء هذا الطريق سيار شرق غرب وأيضا طرق أخرى في الوطن. بداية نتحدث عن هذه الإجراءات اللي تحدث عنها، اقتناء تجهيزات لمراقبة وزن حمولة الشاحنات، هذا سيقضي ربما عن سبب مباشر في اهتراء هذا الطريق شرق غرب. بالنسبة لتصريحات السيد وزير الأشغال العمومية والري والمنشآت القائدية، احنا كان لقاء معه في فبراير الماضي 14 فبراير، كان هو بولاية بومرداس وتكلمنا على الموضوع هذا. نسبة 53 كيلومتر من طريق شرق غرب على مسافة 2800 كيلومتر، يعني مسافة كبيرة بزاف، وتسبت في حوادث مرور مميتة وإتلاف الشاحنات والاخر. احنا عندنا طريق السيار مع بلك دخول حيز الخدمه مراكز الدفع في 23 الى او سنه 24 على اكثر تقدير. اقتناء تجهيزات المراقبه وزن الحمولات الزائده للشاحنات الزائده، هذا هي كاين نصوص قانونيه لكن ما رايش تطبق على ارض الواقع. بالنسبه لسيار شرق غرب، مع بدايه دخول الخدمه لمراكز الدفع، يعني هذه حاجه مليحه باش راهي على الاقل نحافظوا على الطريق سيار شرق غرب من الحموله الزائده عند مراكز الدفع. ما يجي داخل الكاميون كيشوف ما يخليش يدخل، وهذه تحت تكون المراقبه. ولكن بصراحه لماذا تاخرنا الى غايه هذا الوقت لنتحدث بعد سنوات من استغلال هذا الطريق لمثل ما قلت كلف ملايير لإنجازه، ولا نحترم هذه الحمولة المحددة من طرف هذه الشاحنات أو أصحاب هذه الشاحنات لكي لا يتلف هذا الطريق ونتسبب بخسائر بالملايير لإصلاح هذا الطريق؟ لماذا تأخرنا في تطبيق أولا هذه المعايير لضمان الحمولة المحددة بالنسبة للشاحنات؟ شوف، يعني رانا في الجزائر، احنا التأخر هذا يرجع للسلطات العمومية اللي ما طبقتش القوانين، وبالتالي أدى إلى اهتراء جزء من هذا الطريق اللي قلنا تسبب في حوادث مرور. والعام اللي فات كانوا داروا حملة لمراقبة شاحنات ذات الحمولة الزائدة، وين الناس داروا جراف لأصحاب الشاحنات، ولا ومن بعد ولاو حبسوا هذا. هذه نقطة جد مهمة سي رابح. الوزير تحدث وقال نحث، هل الأمر يرتبط بالتحسيس والتوعية ومطالبة أصحاب هذه الشاحنات باحترام الحمولة المحددة، أم نتحدث عن الانتقال إلى الردع، إلى إجراءات مثل ما قال اقتناء تجهيزات لمراقبة الحمولة وبالتالي تطبيق قوة القانون لضمان ألا تتضرر مقاطع أخرى وضمان دائما طبعا احترام هؤلاء أصحاب الشاحنات للحمولة الزائدة، من التوعية والتحسيس إلى تطبيق القانون، أيهما تفضل سيرام؟ أنا نظن الاثنين معا، أولا التوعية ما راح نخسر والو، التوعية لكن تطبيق القانون، وانا كما قال الوزير على راح يديروه في مراكز الدفع البياس تاع لوطوروت اسوات طريق سيار شرق غرب. هذا ما راح يسهل على مصالح الامن وعلى المصالح المكلفه على الجزائريه لطرق السياره بتسير هذا الملف، ما راحش تسمح للشاحنه الزائده باش تدخل، ما تدخلش بيسير على طريق السيارة، وبالتالي ما راحش تؤدي الى استرائه وتد... ممتاز. نتحدث، انت تفضلت وذكرت انه المسافه المهترئه مثل ما قال وزير الاشغال العموميه قدرت بنحو 53 كيلومتر، قلت انه مسافه كبيره تضررت
ربما مستعملي هذا الطريق سيار شرق غرب وحتى طرق أخرى يلاحظ هذا الاهتراء الذي مس مقاطع خصوصا في ولاية برج بوعريج وولاية البويرة، ربما هذه المقاطع أكثر تضررا من طريق سيار شرق غرب. هل يمكن أن تكون الأسباب أيضا عدم احترام المعايير في إنجاز هذا الطريق، لأنه مقاطع بأكملها تضررت بشكل كبير؟ هل نرجع الأمر فقط إلى حمولة زائدة أم طريقة إنجاز هذا الطريق أيضا فيه ما يقع؟ نو احنا ما لازمش نغطيو كما يقول المثل، ما نغطيوش الشمس بالغربان. لا كاليتي دي رياليزاسيون، نوعيه الانجاز فيها كثير من الاخر، باسكو لان نشوفوا في الطرق، ماشي في طريق السيار ولا في طريق السيار، وين كاين المهترئه، وين كاين الشاحنات الثقيله هذه تمشي بالعقل، وين كاين باراج ولا رالونتيسمون. بار كونتر كي نشوفوا في لوطوروت طريق السيار شرق غرب بويرة البرج تمشي 120 200 كيلومتر والطريق مهترئ، ماشي انا ما نظنش يعني يكون السبب الرئيسي زياده الحموله. وي زياده الحموله فيها عندها جزء كبير، لكن نوعيه الانجاز تبقى محل سؤال. والاجهزه اللي هضر عليها السيد الوزير هي كاين اجهزه مراقبه وزن الحمولات، كاينه الثقيله والمثبته وكاينه المحموله. المحموله فرق الدرك الوطني تديها مع تحطها في نقاط معينه وتراقب هذه باش ندخلوا الطرق الوطنيه الاخرى. لكن طريق السيار لازم نحافظوا عليه، لازم في اقرب الاجل يجيب الاجهزه هذه باش المحافظه على عدم 53 كيلومتر ما راحش تزيد. ممتاز. هو تحدث الوزير على فكره، تحدث انه التجهيزات سيتم اقتنائها هذا العام لدخولها حيز ربما الخدمه قريبا ان شاء الله. تحدثت عن قضيه الصيانه، ربما هذه المقاطع المتضرره من طريق سيار شرق غرب، نتحدث عن طريق هذا الطريق الهام والاستراتيجيه بالنسبه للجزائر، لانه كلف الدوله ملايير، وايضا هو يعتبر الان شريان رئيسي للنقل بالنسبه للمواطنين وحتى بالنسبه للسيروله الاقتصاديه، لانه هذه الحافلات كلها او هذه الشاحنات كلها يعني متعلقه بانشطه اقتصاديه ومصانع وغيرها. لكي نتحدث عن صيانه دوريه، انت ذكرت قضيه نقاط الدفع اللي راح تدخل حيز الخدمه قريبا. هل هذه المبالغ اللي راح يدفعها المستعمل هذا الطريق ستغطي تكاليف الإصلاح، ربما إصلاح المقاطع المتضررة مستقبلا، وأن ننتقل ربما من مرحلة فيها نوع من التثاقل في إصلاح هذا، نتحدث عن طريق سيار شرق غرب أساسا، هذه الاشتراكات من طرف المواطن ستغطي هذه الميزانية، ميزانية الإصلاح، ونتحدث في مرحلة أخرى عن إصلاح دوري يعني، وما نشوفوش هذه المقاطع تصل إلى هذه الدرجة يعني من الاهتراء. شوف سيدي، احنا في 2023 الدوله الجزائريه راهي تقول باللي سنه اقلاع اقتصادي، والى الاقلاع الاقتصادي لازم يكون عندنا منشات قاعديه، طرق ملائمه. هذا البياج ومراكز الدفع، المبالغ ولو لا تغطي الصيانه اللي تقوم بها الجزائريه لطرق الصيانه، لكن في بدايه الامر رايح بالعقل كما قالوا الوظيفة سوني، المبالغ هذيك تستعمل، باسكو علاه ما راحش يكونوا صيانه كبيره، صيانات متقطعه. وبالنسبه للمبالغ هذه رايحه تدخل تزداد بالعقل وتولي هي تغطي جزء من هذه المبالغ المخصصه لاعاده تهيئه هذه الطرق. الجزائر ما نقولوش اعاده تهيئه، لا يقولوا اعاده تهيئه صافي الطريق ما كانش كاع، هذه طرق للصيانه التكلفه تاعها تكون عبر هذه المداخيل التي نجنيها من مراكز الدفع. والجزائريه لطرق السياره هي تكفل بالاخر بطريقه، او تقدر دير مناقصة وتخير مقاولات خاصة أو عمومية على طول الطريق السيار من أجل
صيانه دوريه. ممتاز. ما راحش يحدث كما رانا دوكا تروح تمشي حتى تلقى حفره هنا حفره لهي ميت بول، ومن بعد رانا نشوفوا حوادث المرور المميته اللي راهي تصرى. صحيح. البرلمان مؤخرا ولجان البرلمان ادت دور كبير وخرجت للميدان للتحقيق والوقوف على الكثير من الملفات في الواقع. انتم كنتم في الجنوب مؤخرا في ولايه اليزيا اعتقد ايضا ضمن هذه اللجان وهذا المسعى اللي يقوم به البرلمان للحضور في الميدان. ممكن ايضا نشوفوا هذه اللجان في هذا الجانب ليتقصي طبعا في طبيعه هذا شبكة طرقاتنا، وأنه يؤدي البرلمان أيضا دور أيضا في أن يتحقق من طبيعة المشاريع وجودة المشاريع وطريقة الإنجاز مستقبلا. شوف أنا إحنا كنا كلجنة السكن والتجهيز والري والتهيئة العمرانية قمنا بخرجتين ميدانيتين، الأولى في أكتوبر في الدرار إلى الدرار سعين صالح وبرج بجي مختار، والأسبوع هذا من الاثنين حتى اليوم كنا في إليزي جانت تمرس من أجل معاينة الطرق. يعني واش لاحظنا تهاون مديريات الأشغال العمومية، يعني السلطات المحلية ما مشاتش بالوتيرة. لاحظنا أنه الدولة الجزائرية ضخت أموال كبيرة من أجل إنجاز طرقات وفك العزلة على المناطق وعلى الولايات، خاصة كما سمعنا الأسبوع هذا كان ولايه تعتبر ولايه تمن راس ولايه محوريه تربط بين جانات اليزي عين قزام عين صالح، ما كاش طرق وتاخر كبير في الانجاز. لقينا مشروع انطلق في 2017 50 شطرين 50 50 100 كيلومتر للمعاينه تاع يوم الثلاثاء الماضي 11 كيلومتر، مثل ما زادت له 11 كيلومتر ست سنين، الور كو هو في الاجال لي ديلي كونتراكتويل كان 18 شهر. وحتى رئيس الجمهوريه يعني في لقائه الاخير مع ممثلي وسائل الاعلام تحدث عن هذا الامر، وحتى في مجلس الوزراء عدم احترام اجل الانجاز والارقام هذه التقريبيه اللي تم اعطائها لانجاز هذه المشاريع، يعني فيه امتعاض من المواطن، فيه امتعاض من رئيس الجمهورية، وبالتالي نتحدث عن الانتقال إلى تطبيق القانون أولا واحترام أجل الإنجاز ثانيا. شوف أنا احنا رحنا في هذا الخرجة الميدانية وشفنا عدم احترام الأجل في كل المشاريع. وكيعود رئيس الجمهورية سيد رئيس الجمهورية يقول لك أنا راني كان غاضب وما نقبلش أنا باش يكون تأخر في إنجاز المشاريع، دلاله عندها دلاله كبيره، لانه انجاز المشاريع في وقتها راح كيفاش نقولوا. وحتى هو يعني في لقائه مع لقائه الاخير الاعلامي قال نحن في ثوره في انجاز هذه المشاريع وتحقيق هذه التنميه المنشوده، وان يجب ان نعمل حتى اذا كنا نعمل يعني بوتيره مليحه يجب ان ننتقل الى وتيره مضاعفه لإنجاز هذا التغيير المنشود في الميدان، لأنه صار فيه تأخر كبير وأنتم كنتم في الميدان في إنجاز هذه المشاريع، بالتالي حتى إذا كانت الوتيرة حسنة يجب أن ننتقل إلى وتيرة مضاعفة. أشوف وتيرة احترام الأجال، الاحترام الأجال لازم. لأنه احنا واش لاحظنا كاع البرامج متأخرة، رغم انه كي شفنا قلنا لقينا الدراهم اللي ضختهم الدوله مبالغ ضخمه، لكن الانجاز ما راناش، رانا بعاد ورانا احنا الولايات اللي رحنا لها ولايات سياحيه، ولايات راح تدخل في التبادل التجاري مع كاين تيماوين، كاين المناطق الحره اللي راح تدخل رائحه الاقتصاد. وشفنا البارح كنا جايزين في الطريق الوطني رقم واحد بين عين مقل الى تمن راس حركيه اقتصاديه، شاحنات ذات الوزن الثقيل، يعني حتى تخاف كي تشوف الطريق هذاك، تشوف كاين ديناميكيه وحركيه كبيره. هذا هو يدل انه كاين اقلاع اقتصادي، لكن الجديدة لازم نبدلوا ذهنيات. لازم نديروا في عقلنا نبدلوا ذهنيات، ما نبقاوش بالذهنيات القديمة ونقولوا رانا في الجزائر الجديدة. أنت طبعا لتغيير هذه الذهنيات فيه بعض الولاة شفنا تغيير كبير في طريقة تسييرهم للشأن المحلي،
ينزلوا للميدان ويتم توثيق هذا في مختلف خارجاتهم. في أيضا وقوف عن تأخر كبير في عدد من المشاريع، تثمنون هذا في لجنة الإسكان والتجهيز هذه الخرجات للولاة، ويجب أن تتضاعف للوقوف على وتيرة إنجاز هذه المشاريع وجودتها أيضا. نعم، هذا احنا نثمنوها، والتقرر من أجل معاينة المشاريع، معاينة المشاكل، تذليل المشاكل، التقرب من المواطن، هذه رايحة تدخل في إطار تقرب من المواطن والاستعمال الانشغالات مباشرة والوقوف على المشاكل. لكن بس إذا تولي خرجات من أجل صور والفيسبوك، هذا غير مرحب به. وعلى المسؤولين المحليين تغيير النمط، من لازم تكون فعالية. ممتاز. كي يخرج والي ولا وزير ولا لجنة، لازم تكون الفعالية. الهدف من هذه الخرجة ماشي باش نديروا تصاور في الفيسبوك ولا نديروا في الآخر قالها وخرج سيد الوالي. لا، للأمانة شفنا يعني كثير من الولاة يعني اتخذوا إجراءات فورا، يعني توقيف كثير من أصحاب المقاولتين اللي ما كملوش مشاريعهم. يعني هذا هو المطلوب، أنه نحترم أجل التنفيذ ونقف على وتيرة الإنجاز في الميدان. سي رابح، لا لازم تكون صرامة. تطبيق القانون بحذافيره، اللي يبغى يخدم السيد رئيس الجمهورية قالت اللي يبغى يخدم، المسؤول يبغى يخدم مرحبا به، اللي يبغى يخدمش يروح يخطينا. يروح يجبد روحهم باسكو كي ما يخدمش. كي ما يخدمش راه يعطل في التنمية. صحيح راه يعطل في التنمية، والجزائر ما رانا روطار الى ندخلوا كما راه دايرها السيد رئيس الجمهوريه، ندخلوا منظمه البريكس كما يقول المثل العامي، اللي يدخل البحر لازم يكون عوام. صحيح. واللي يدخلوا للكبار لازم يكون كبير، اللي يجمع مع الكبار لازم يكون كبير. البريكس ما راحش يسمحوا لنا باش نبقاو بالعقليه هذه اللي رانا نمشوا فيها. اشكرك جزيل الشكر سي ديمن الرابح، عضو لجنه الاسكان والتجهيز والري من الشعب الوطني، شكرا لك على هذه المداخله، كنت معنا عبر الهاتف.